السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ اليوم راح نزين كيكة مال باتمان. عندي هنا هاي كيكة قياس 20، مغلفتها طبقة أولى ومخليتها بالثلاجة أو بالبراد. بعد هنا راح أغلفها باللون الأصفر. طبعا هذا اللون الأصفر يعني ضفت قليل من اللون الأصفر الباودر أو جول أو سائل، أي لون، كلش قليل يعني، بحيث انطاني هذا اللون الأصفر الفاتح. طبعا والكريم كان كوب كريم بكوب مي بارد او 3/4 الكوب حسب حرارة الغرفة. هنا راح اغلفها كل زين واسقلها. طبعا والكريمة لا كلش ثخينة بحيث ما اقدر اغلف بيها، ولا كلش خفيفة يعني سمكها كل زين. هنا وانا يعني مسويتكم هواي فيديوهات بطريقة تغليف الكيكة وكلش سهلة، ما يراد لها اي شي، بالممارسة تكون كلش سهلة عندكم. وهاي الكيكة كلش بسيطة وخاصة المبتدئين يعني ما يراد لها اي شي. هنا راح اسوي اسقلها، والاماكن اللي يصير بها فراغات امليها بالكريمة الى ان تصير عندي الكيكة ملسة. بس هنا ما حاجة نملسها كلش لان انا راح اسوي بيها نقشة. يعني شوفوا عندي هنا هاي الشفرة، هاي النقشة مالتها، راح اثبتها وافر الستاند بحيث تنطيني هذا الشكل. نثبتها هيك بهذا الشكل ونفره الستاند، وبعد هاي الحواف بالسباتولا اسويها. هنا راح اسوي نقشة الحافة. طبعا هاي استخدمت الحشوة مال الكيك الجاهزة مال الكاكاو، بالكاكاو يعني راح استخدمها، يعني هنا لم خففتها ولا اي شي، مجرد ما اخذتها وخليتها بكيس التزيين بحيث تنطيني هذا القوام وهذا الشكل كلش حلو، ولونها تقريبا على يعني اسود جوزي كلش غامق. وراح اسوي النقشة الفوق هيك مثل وردة يعني، هيك اضغط وافر ايدي وبحيث تنطيني هاي النقشة الحلوة. وهاي الحشوة يعني كلش حلو لونها وقوامها ولمعتها، بحيث تطلعها كلش حلوة. لا تدون تسوون نقشة باللون الاسود، زينون كيكة باللون الاسود، فهاي الحشوة الكيك بالكاكاو تفيد بهيجي. هنا بعد ما كملتها هيك صار شكلها. بعد هنا عندي هاي مال الوطواط، عندي طبعا هذني مال صورة سكرية مال غير صورة فخليتهن، بس اللي راح اثبتهن فوق مو سكرية، ورق يعني، صور ورقية. هنا يعني خليت بأماكن كم واحدة حجمها صغير والباقيات اثنين حجم شوية كبير. هنا هاي الصور مو سكرية، هاي صور عادية طباعتهن، وثبتت وراهن عواد وخليت العود ولصقته بلاصق او تخلونه بالسيليكون. وهنا راح اثبتهن. طريقة مثل ما قلت لكم كلش سهلة وبسيطة، وبنفس الوقت تطلع الكيكة كلش حلوة. اتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو، واتمنى هاي فيديوهاتي اللي جاي انزلها تعجبكم وتستفادون من عندها. يعني ما جاي انزل فيديوهات مال كيك معقد وتزيين كلش صعب، لا، تزيين بسيط كلش حتى المبتدئين يعرفون يسوونه. هنا هذا شكلها بعد ما كملتها، شكلها طلع كلش حلو. اتمنى عجبكم الفيديو، ومع الف سلامه.